الأتراك في الجزائر كما يشار إليهم أيضا باسم الأتراك الجزائريين هم الأحفاد من أصل تركي، ويشكلون مزيجا من مجتمع وسكان الجزائر إلى جانب العرب والأمازيغ. ويذكر أنه بدأ المستوطنون الأتراك بالهجرة إلى الجزائر خلال فترة الحكم العثماني لمنطقة شمال إفريقيا، وهم في الغالب من الأناضول. وبعد فترة من قدومهم تزاوج عدد كبير منهم مع السكان الأصليين، وتشير تقديرات عديدة إلى أن الجزائريين من أصل تركي لا يزالون يمثلون 5 إلى 25% من سكان الجزائر، بما في ذلك أصل تركي جزئي. ويذكر أن العثمانيين استقروا في الغالب في المناطق الساحلية من الجزائر، ولا يزال أحفاد الأتراك يعيشون في المدن الكبرى اليوم في الجزائر. وفيما يلي نعرض عليكم قائمة أهم العائلات الجزائرية ذات الأصول التركية أو العثمانية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. دمتم في رعاية الله.